يمكن محظوظه في حلقه النهارده قوي قوي قوي، يمكن هبدا احب يوم الاربعاء. يمكن مش من الايام المفضله لقلبي، ولكن هبدا احب يوم الاربعاء. هتكلم عن، هرجع واقول جمل يمكن حلقتي الجزئين واحد. اوعوا تفكروا ان الاول غريب على التاني. الوفاء في المشاركه، الصدق في المعامله، الاحترام، احترام، هم دول اللي بيعدوا بينا ونتعكز عليهم. ارحبوا معانا بمولانا شيخ ابراهيم الدسوقي. منورني يا مولانا. اهلا وسهلا بحضرتك. في ناس بدات تستغل الاحترام بضعف، يبدا المحترم يقل من هيبته والاحترام ياخد منه. في الوقت ده احنا ممكن نقول ان الناس دي اللي ضعيفة والشخص ده اللي قوي. نعمل ايه ونسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في ايه عشان ما نتحولش، عشان ما نسيبش الطريق ده بالتواضع بالاحترام بالذوق وتروح بقى للناحية التانية؟ ما كل واحد فينا اتنين. صحيح. احنا فينا الخير وفينا الشر. نحضر خيرنا ازاي عشان نكسر سم شرنا، وخاصة لو بقى المجتمع يجرجر فينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. الحقيقة إنه الإنسان دايما، ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلا بد للإنسان أن يكون له قدوة في حياته، والقدوة لا بد أن تكون من أسوة حسنة أمرنا بها الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. في مين؟ في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى كان أعطاه قوة 70 رجلا، ورغم ذلك عمرنا ما شفنا النبي بيتخانق، عمرنا ما شفنا النبي عليه الصلاة والسلام فظ ولا غليظ القلب، لأنه مأمور من ربه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعاشر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وآمنوا بإنسانيته وآمنوا بأمانته وآمنوا بصدقه، وكانوا يعطونه أماناتهم علما بأنه على غير دينهم، والمفروض هو بيحاربهم في معتقداتهم. إذن الرجل القدوة، الإنسان الكامل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو كل واحد فينا خد جانب من جوانب القدوة في النبي عليه الصلاة والسلام، أكيد هيبقى قوي في غير غلظة، وضعيف في غير ذلة. يبقى ضعيف للضعفاء وقوي في وجه الأقوياء. هنا لابد أن يستوي الإنسان وتكون شخصياته مؤثرة في الناحيتين، مؤثرة في القوي يراه قوي والضعيف يراه بجانبه ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعامل الأطفال ويقعد جنب الولد اللي العصفورة بتاعته ماتت ويواسيه عشان عصفورته ماتت. النبي عليه الصلاة والسلام كان أمام الأقوياء، يعني لو خدنا مثل بسيط في شدة وقوة النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل من الأعراب وقال: يا قريش، يعني النادي اللي حوالين الكعبة كلهم، إن لي حقا عند أبي جهل، من يأتيني به؟ فقالوا ساخرين: هذا الرجل الذي يجلس هناك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هم طبعا بيهزأوا والله سخر الله منهم. فلما جاء الرجل ده وقال: يا هذا، إن لي حقا عند أبي جهل، أكنت آتيني به؟ قال له: نعم. فورا بدون تردد، ما قالش أنا مالي، وأنا مالي بأبو جهل، وأنا راجل مش مسلم، أنا ساعده ليه؟ النبي مش كده عليه الصلاة والسلام. وقال له: اتبعني أيها الرجل. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عند باب أبي جهل، ثم طرق الباب طرقا، فقال: من الطارق؟ أبو جهل جوه البيت. قال: من الطارق؟ قال: أنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقام من فوره وفتح الباب وقال: ماذا تريد
يا ابن اخي انت عاوز ايه؟ قال له اعطي هذا الرجل حقه. قال انتظر برهة ثانية واحدة، ودخل الباب وجاب حق الراجل واداهوله. الراجل رجليه سبقت الريح، ولما راح قال لهم شكرا جاءني اخ العرب بحقي. فلما جه ابو جهل قالوا له مالك وشك اصفر ليه يا عكل؟ مالك جاي كده ركبك بتخبط في بعضها؟ مال ركبك بتخبط في بعضها؟ فقال لهم واللات والعزى، عندما فتحت الباب، عندما فتحت الباب وجدت بين يدي محمد اسدا لو قلت لا لابتلعني بين انيابه. عليه افضل الصلاه والسلام. هي دي القوه اللي ربنا كان مديها للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى قوي في نادي الاقوياء، وحنين قوي وبتوزع حنيتك على كل الناس اللي موجودين الذين يحتاجون الى حنيتك، الى ضعفك، الى طبطبتك. كن هذا الرجل وكن هذا الرجل. تعالوا نطلع نشوف اول تقرير معانا النهارده ونرجع لكم مره ثانيه، ابقوا معنا. كتر خير الناس لسه الدنيا فيها عيون تضحك لك وقلوب صافيه وعايزه لك كل خير. وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. احنا جينا مؤسسه فعل خير للاسره دي اللي ما كانش عندها ميه، وبفضل الله وبفضل تبرعاتكم ربنا اكرمنا وركبنا ليهم العداد النهارده. شكرا فعل خير. اقل شيء في ايديكي بلغ النهارده ركب لك العداد. متشكرين، جزاكم الله كل خير. الله يبارك لكم في مؤسسه فعل الخير. فرحتنا بيكم ما تتوصفش، عشان انتوا عملتوا معانا حاجات كتيره وعملتوا معانا اللي ما يتعملش. شجع غيرك هيكتر خيرك. اقول لهم ربنا يحميكم ويقدركم على فعل الخير. النهارده قدمتوا ميه نظيفه من الحنفيه اهي، الفضل يرجع ليك. ما تعودناش في الخير مفاصل ولا بين. الف الف شكر والحمد لله على كل شيء انهم عملوا لي كده وحطوا السقف عندي ورحموني من النطر انا واولادي والبرد انا واولادي. بشكر الاستاذه، بشكرها وهي في مكانها، وبشكر كل اللي جه وساعدني وساعد ولادي. ورايح لكن الخير هيفضل عايش سنين كتير. بفضل ربنا تبارك وتعالى وبفضل صدقات أهل الخير جت المية اللي هتكون في ميزان حسناتهم ليوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى. عمر الخير مكان. يا رب يخليكم يسعدكم يكفيكم شر الوحش. أنا مش مصدق إن جاتنا مية، والله ما مصدق. ده أحلى ناس في الدنيا. يا رب يخليهم يكفيهم شر الطريق، وأنتوا يا رب يرزقكم برزقنا يا رب. يا رب أنتوا أحلى ناس في الدنيا، أنا والله ما متوقع إنكم كنتوا هتصلونا لغاية هنا. أنتوا عن بعض شكر لكل فعل خير جاب لنا وصلة مية، وطبعا شغلنا كله هيبقى من الحنفية. الحمد لله يا رب. هيكتر خيرك يملى الدنيا نور ويجي لك كل. ابني دي ما كانش بيمشي على رجلها خالص، كانتش فيها الا مية، الكلاب كانت بتستحمى بيها، وكانت مية مش نظيفة خالص. اجيب المية واحمل الواد الاقي الواد على ما هو، مفيش تحسن خالص من ساعة ما ركبنا المية، الواد تحسن. ربنا يكفيه بشر المرض. مستني يبدأ خيرك، مش مستني فرصة تجيلك، بتسبق دايما بخير من غير حساب. لسه الدنيا فيها الحمد لله يا رب لك، وقلوب صافية وعايزة لك كل خير. انت فاعل خير اقل شيء في ايديك يبلغ صوت. الحمد لله يا رب، هو الحمد. الحمد لله طالعه منهم ليها معنى، طالعه من الناس دول هم عارفين قيمتها، لان الناس دول كان من غير ميه وبقى عندهم ميه. فلما يقول الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا، ان هم لما استغاثوا بمؤسسه فعل خير وفعلا يعني ادرجنا اساميهم في كشوف البركه اللي هي عندنا الحمد لله رب العالمين، ووصلنا العدادات
اللي احنا شايفينها هناك فرح ما بعدوش فرح، البلد كلها بتبقى فرحانة، اللي احنا دخلنا له واللي احنا لسه هندخله واللي دخلنا له، فعلا الناس كلها فرحانة لنفسها، بيجوا يباركوا لبعض ويهنوا بعض، الحمد لله انك انت دخلت مية، ربنا يبارك فيك وربنا يكرمك. فلما بتقول الحمد لله بتقول الحمد لله قبل الرضا وبعد الرضا، والحمد لله كمان هي كل الرضا. دي مجموعة من 1500 وصلة مية، 1500 وصلة مية دخلناها في القرى في محافظة الفيوم. كل واحد يشوف تقرير واحد على عداد واحد راكب في مؤسسة فاعل خير، هي دي الخير اللي هو عمله. شربة المية لما بفتح الحنفية وبسمع خرير الماء وهو نازل من الـ من الـ من الحنفية المية، ده مش صوت مية أبدا وإنما صوت الحياة. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. حد بيشوفنا من حضرتك يقولك معقول هنعمل مية صدقة ربنا يكرمنا بكل اللي احنا عايزينه؟ معقول أنا عندي حالة مرض مخوفاني ومزعلاني ومضايقاني وهعمل وصلة مية هفرح؟ أنا بقول لكل الناس اللي بيقولوا معقولة ما تجربش ربنا، أنا عاوزك تأكد مع الله سبحانه وتعالى. هو اليقين، ربنا بيدينا على حسب اليقين. هو اليقين، عاوز تبقى فيه يقين وتبرع ب 3000 جنيه اعمل لك وصلة مية، وانت شوف كرم ربنا عليك ايه بعدها. اللي بيه كرب يتبرع بالمية، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمه. اللي بيه مرض ربنا سبحانه وتعالى. طب الكلام ده بتاعي؟ لا والله ما هو بتاعي. طب لو واحد الدنيا متعصر عليه وعاوز الدنيا تتيسر يتصدق بالماء، برضو ده بتاعي؟ لا مش بتاعي. طب النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى المرسل من قبل الله رب العالمين قال داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة. اللي المرتب بتاعه ما بيكفيش إلا 10 أيام يتصدق منه وهو هيكفي، هو أنا هو مكفي عشان أتصدق منه؟ لا بس اتصدق، ربنا سبحانه وتعالى حصن مالك، وانت ربنا سبحانه وتعالى القليل من المال في ايدك ربنا سبحانه وتعالى هيكتره. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا اموالكم بالزكاة. هناك رزق الايجاب ورزق السلب، ربنا سبحانه وتعالى هيرفع عنك من الكرب اللي يخلي مرتبك يبقي لاخر الشهر. تعالوا نشوف تقريرنا التاني ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. داووا مرضاكم بالصدقة، فمن كان عنده مريض يريد أن يشفيه الله تعالى فليساهم معنا في حملة الآبار في مطروح. تنين المي ما عندنا في المي خالص، وعندنا رجال حتى ما تتلبوا فيها لحظيها المي ولا الخرق لقي وين تصلي، تو توظف في البيوت وجو صلوا هن، واللي يجي من غير وضو ما يصليش يرد على البيت أخر. احنا محتاجين ميه للمسجد يعني ان شاء الله، بتبرع يعني ميه المسجد، ما فيش ميه خالص المسجد، اللي يتوضى يعني ما لناش ميه خالص المسجد. ومن كان عنده مرض عضال عجزت الاطباء عن دوائه فليتصدق وسيشفيه الله سبحانه وتعالى. احيان يعني ناس عاوز تشرب ميه، عاوز توزع توضع، عاوز يعني فهي محتاجه يعني صراحه. تجمع كبير بالكل يعني، انا مواجد يجي المسجد هنا ما فيش ميه خلاص، يجي المسجد ما لاش ميه. ان شاء الله واللي يتبرع جزاه الله خيرا يعني ان شاء الله. على الطريق الدولي محتاجين هنا بير، وبير كبير عشان نقدر يعني يتوضى منه اهل المسجد ويشرب منه اهل المسجد، ويمكن يشرب منه اهل التجمع ان شاء الله لو عملنا بير كبير. يمكن اللي هيعمل بير هنا كل عابر السبيل هيكون موجود فيه وهيشرب منه، وزي ما حضراتكم شايفين جنبه مركز شباب وجنبه مدرسه، يعني هنا تقريبا كل حاجه متوفره الا منبع الحياه. هكون واضحه معاك واكثر وضوحا في السؤال، وانا متعوده على الجراءه يعني. في حد بيقول لك انا شايف ان احنا
ربنا مش مستني منها الصدقة دي، وإن مش بس كده، لا، إن أنا كمان عادي لو ما عملتش، مش فرض عليا. ليه؟ هو بيتكلم بعقل وبالمعلومات، إن أركان الإسلام 5، وإن الصدقة مش في 5، إنما الزكاة في 5. ولكن هو شايف يقول لك أنا أتصدق ليه يعني؟ ما أنا أولى. طيب يا عم لما هنموت عملنا اللي هيشفع لنا، عملنا اللي هينقذنا. يا عم واحنا تحت التراب احنا لا حول لينا ولا قوة، والآمر النافس فينا واللي ممكن يحرك ويودي فينا حاجة عملناها على الأرض عايشالنا. لا هو بيقولك هالكلام ده حقيقي فعلا؟ ان بتقولوه ده حقيقي؟ تقوله ايه؟ هنخلينا بالعقل. اتفضل. اللي هو بيكلمنا بيه حضرتك هو بيتكلم بالعقل، بيقول العقل بيقول ان الصدقة ما هياش في 5 أركان. العقل بيقول ان الاسلام الحنيف جاء والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 40 سنة، تم القرآن ينزل لحد 63 سنة، يعني الاسلام بتعاليمه الحنيفية السمحة قرآنا وسنة تنو يتكون في مدة 23 سنة، منهم 13 سنة في مكة وعشر سنين في المدينة. لما يجي القرآن الكريم يتكلم أنؤمن بالقرآن أم لا؟ نؤمن طبعا. العقل بيقول ربنا. العقل بيقول إن إحنا نؤمن بالقرآن. طب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام نؤمن به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أفي القرآن قال الله تعالى وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. في القرآن قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. في القرآن الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا في القرآن كفى. طيب هناك في السنة ماذا؟ جاء وفد لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقطع الثياب حافي الأقدام، عليهم من آثار السفر ما لا يستطيع أحد وصفه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على منبره الشريف ونادى بأعلى صوته أيها الناس فليتصدق كل منكم من درهمه، من ديناره، من تمره، من ثوبه، من ماله. النبي عليه الصلاة والسلام أول أول من قام بجمع الصدقات للمحتاجين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم النبي من مجلسه إلا وأن قال راوي الحديث حتى صنع المتصدقون أكواما من المال أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب مسجد زي كده محتاج إيه؟ وأنا لو ساهمت فيه عود علي بإيه؟ هذا المسجد محتاج فرش، ومحتاج كهرباء، ومحتاج بير مية. بس البير اللي احنا عاوزين نعمله في المسجد ده عاوزين نعمله بير كبير، لان هناك في مدارس وفي مراكز الشباب، وهناك الوحدة المحلية، وهناك في قدامه الميدان الواسع الكبير اللي الناس كلهم بيستخدموه في صلوات العيد والجنازات. لو انا عملت بير هنا يا بخته ويا هناه ويا سعده اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويقول انا مش عاوز البير ابو 30,000 جنيه، انا عاوز البير اللي يتعمل في المسجد ده، البير الكبير اللي انتوا بتعملوه، اللي انتوا بتعملوه 100 طن، انا عاوز اعمله 150 طن، انا عاوز اعمله 200 طن في مطروح عشان يكفي كل المصالح الخدمية دي. وهو ابعد نقطة في مطروح قبل السلوم، كل العربيات المهاجرة والمسافرة على الطريق الدولي بتقف تاخد الريست عند المسجد ده. لو انت عندك عملت البير بتاعك في المكان ده يبقى ربنا سبحانه وتعالى، شوف ربنا هيكرمك، هيشرب منه كام كبد عطشة، هيشرب منه كام واحد عطشان، هياخد منه كام ازازة مية عشان تكفي المسافرين في الطريق. عاوزين للمسجد ده بير مية كبير يكلف ربنا سبحانه، وانا متأكد حد النهاردة هيتصل ويقول خليني البير ده ويتكلف زي ما يتكلف. عاوزين له كمان شوية الفرش
وكمان حاجات للصوت ربنا سبحانه وتعالى. بير ده 30,000 جنيه، والسهم في حاجات الصوت والسقف والمعدات ودورات المياه يكلف كام؟ يعني تكلف لها كمان تكلف كمان 50,000 جنيه كمان، والبير هيبدا من 30,000 جنيه. لو واحد عاوز يعمل بير ب 30,000 جنيه عند المسجد ده نعمله له، وواحد تاني عاوز يعمل بير تاني يكلف ونعمله كمان جنب ده. طيب نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مره تانيه، ابقوا معنا. حتى ترمبه الميه اللي الناس بتشرب منها غير صالحه وفسدانه وعطلانة. عمال اقول لهم وروني المية، لقيتها عطلانة كده بقالها سنة. الناس دي بتشرب ازاي؟ الله اعلم. اللي عندنا المية وحشة وبنملى من الهانس، والمية ما تستاهلش يعني. عايزين المية نظيفة نشرب منها، عايزين المية نظيفة نشرب منها، مية وحشة خالص اللي هنا. احنا تعبنا والله، وان كان من التعب تعبنا، تعبنا حتى من العيشة، تعبنا من كل حاجة. مفيش مية، المية هنا وحشة، واحنا ناس غلابة وما فيش اي حاجة بتجينا. مأثر علينا، جاب لنا امراض كتيرة، اللي عنده السكر واللي الضغط وكتير، لان بنشرب فيه، لان بنشرب فيه. والله تعبنا، انا عن نفسي عندي الضغط وعندي كل اللي تقول عليه. الناس دي بتتوضى ازاي؟ برضه الله اعلم. الاطفال تشرب ميه نظيفه منين؟ الله اعلم. ساعدوا الناس دي، الناس دولت في عرض الله سبحانه وتعالى، ويخاطبون فيكم احساس المؤمن ورحمته. قلب المؤمن لابد وان ينظر الى هؤلاء. المية وحشة، جينا صفرة، جينا طينة، وبنشرب وخلاص. ايه؟ وساعدونا، ساعدونا، احنا تعبانين وعيالنا تعبانة. اما نكشف شعر العين اللي عنده أملاح، عنده أملاح، عنده هرسية، وكتير عند العين. ايه؟ تشرب انت المية مخزنة دلوقتي شهر؟ ايه؟ في برامل وجراكم وبنشربها؟ والله استضعفنا المية، وكل حين ومن عبل ما يجيبوها. والله تعبنا منها، والله والله تعبنا، كانت بتنزل السفرة دلوقت شوية شوية. هما بيملوا منين؟ البلد دي بلد تجمع، تجمع كبير جدا، وعندهم بحر. المية دي الله أعلم شكلها إيه، ويتعرض البنات اللي هم بيروحوا يملوا بالجراكن زي ما احنا شفنا في الصورة. ممكن البنت لو مش قادرة والجركن ده او السطل اللي هي بتملاها ده تقل عليها، ويقولوا لنا كل سنة بنطلع بنتين وثلاثة وولد واثنين وثلاثة، غرقانين عشان هم بيجيبوا المية. ازاي يبقوا على المية بقى وهم مش لاقيين يشربوا؟ دي مشكلة المشاكل. هو محتاجين ايه هناك؟ محتاجين هنا في الحتة دي 50 بير. 50 بير التجمع ده يكتفي ويوفي، على اساس انه محدش يتعرض لمخاطر الصور اللي احنا حضرتك شفناها هناك. بيشربوا من الترمبات، الترمبات دي بتجيب لهم مية مخلوطة بالصرف، مخلوطة بالصرف. الترمبة لما بتجيب مية الاملاح فيها نسبتها 1000. انا عايز اقول لحضرتك الترمبة دي منتشرة جدا في اقاليمنا. عندنا الميه اللي هي الجوفيه، المياه الجوفيه، كل حضرتك ما تنزلي، كل ما تنزلي قوي تلاقي ميه صالحه، انما هم ما عندهمش امكانيات. هم بيعملوا الميه على 10 متر و8 متر، فبتجيب الميه الحادقه اللي هي متولده من سقي الارض، من ري الارض. هي دي المية الحادقة اللي بيطلعوها مرة تانية، بيغسلوا منها المواعين بتاعتهم، والمفروض بيتوضوا بيها ويستحموا بيها. عشان كده نزلت شعور البنات ونزلت شعور الستات وملاتها البشرة، عافانا الله وإياكم، الأمراض الجلدية اللي هي من القوب ومن الحساسيات ومن 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 ومن. بقت مسؤوليتنا، اتفضل، بقت مسؤوليتنا كبيرة. بدل شفنا الناس دول لازم نعمل لهم، يا ريت واحنا في الصيف ده نروح نعمل لهم بلاش 50، نروح نعمل لهم 20 ويستحملوا شوية، عشان نعمل 20 التانيين ونعمل 30 التانيين. طيب
تعالى اكلمك في واحد بسم الله ما شاء الله عليه، هو طول الوقت بيتصدق، ما بيفوتوش حاجة نهائي، واخد باله جدا من الموضوع ده وعارف قيمة الصدقة في حياته. واحد تاني لا، ما بيتصدقش، ومش هقولك ما بتهونش عليه او مش هقولك ان هو مش مستجيب، لا هقولك هو عاوز يعمل، لكن اللي يحرك البني ادم. يعني انا مؤمنة مثلا شيخ ابراهيم ان ربنا اللي بيعوزه من عباده بيصطفي عباد معينين، هو ربنا سبحانه قال لنا كده، بياخد من فلان عشان عايزه كده، هو عايز ياخد منك علشان انت هتتحاسب قدامه وهو متاخد منك، وانت عامل واجب مع ده وعامل مساعدة لده ومقدم خير لده وعامل حاجة تنفعك في يوم الايام لده، هو ربنا سبحانه وتعالى بيبقى عايز الناس دي. انا هديله مفتاح حضرتك، الراجل اللي عمال يحارب في الدنيا دي يحارب في الدنيا، عاوز اديله مفتاح، عاوز اقول له ان ربك اسمه الكريم، ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب الكريم وربنا بيحب الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. ولا تكن بخيلا، ليه انت مختار انك انت تبقى بخيل؟ هو اللي ما بيصدقش يبقى بخيل، كلمة واحدة، كلمة واحدة من غير دلع في الكلام، اللي بيدي هو الكريم واللي ما بيديش ده بخيل. طب البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. طلبات حضرتك ايه النهاردة؟ محتاجين الخمسين بير بتوع مطروح، محتاجين العشرين مسجد في مطروح استكمال وفرش وكهرباء وسباكة ونجارة، وعاوزين هناك في سيراميكات في دورات المية، وعاوزين ليهم ابار 20 بير، كل ده في مطروح. عاوزين 100 بير في المنيا 50، وفي بني سويف 50، محتاجين 150 سقف، محتاجين 500 وصلة مية، لان احنا فتحنا في بلاد جديدة محتاجة كلها ندخل فيها وصلات المية. مش هننسى ان البير ب30,000 جنيه، السهم في المسجد ب5,000 جنيه، السهم في السقف ب5,000 جنيه، عندنا كمان النخيل البرحي الواحدة ب5,000 جنيه، عندنا كمان الصكوك الخيرية فاتحينها على وسعها فيها الصدقة فيها ب5,000 جنيه، عندنا وصلة المية ب3,000 جنيه. نورتيني وشرفتيني مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي، شكر جدا لحضرتك. بكده اكون وصلت لنهاية حلقتي النهاردة، ما عرفش الحلقة الجاية اروح فين ولا هقابل مين، بس الاكيد هروح لناس شبهنا بيدوروا في واقع وبيدور حواليهم. استنوني كل يوم حد واثنين واربع على صدى البلد 2. كانت معكم نهال طايل في امان الله.